حقيقة ده يعني أول تصريح غادي نديرو من بعد واحد المدة طويلة ومن بعد واحد تردد كبير، خصوصا وأنه هو العملية شوية فيها نوع من القرابة وفيها نوع من صلة الرحيم، ولكن للأسف ملي كتوصل لواحد الدرجة اللي كتصافي ما كيولي قرار نهائي، وهو أنك مضطر للإفراغ من المسكن اللي عشتي فيه ما يزيد على واحد 35 سنة، فهذا شوية كيكون كيخلي واحد النوع من الإحباط عندك، وبالتالي هذا مشكل ماشي الله عشتو كمرحلة أولى في إطار المحج الملكي اللي في المدينة القديمة. هذا مشكل، هذا اش غادي نقول لك، خيبة في التعاويذ، تنقولها بهذا المثل ديالنا، خيبة حتى في التعاويذ، كون أنه كيجي من واحد الشخص اللي هو جزء من العائلة، ثانيا أنت واضع فيه واحد الثقة وكتشوفه واحد القدوة، واحد الرمز على قولة الله أكبر، ونتمنى على أنه يكون كذلك، فإذا به العكس أنه كي أجدار دار كان واحد الاتفاق مبرم بيني وبينه على اساس انه هالدار هذه، انه بحكم انه لاباس عليه وداك الشيء وميسور وانه ما محتاجش ليها، فقال لي بحكم انك انت الزوج ديال اختي وهذا، وكانوا مشاكل بيني وبين الزوجه ديالي على هذا الاساس ديال السكن، فانا كنت باغي نستقل وهي كانت بغا مرتبطه بوالديها وهذا، فقال لك اودي فوالا ها هي الدار جابها الله، ها هي خذها وكادي انت وتزوج وهذا ومع الوالد والوالده ويكبروا وليداتك الى اخره. وصلنا لمرحله ثانيه باش نختصر عليك، هو انه جا طلب مني واحد لاسوم ديال الفلوس ك نقولوا حنا كحلاوه كما كيقولوا، اعطيها لي كحلاوه وملي فوتوا لي الدار نعطيها لك. بطبيعه الحال ساهمت انا في هذه العمليه هذه، ووصل القدر والله الا دماغي راه مع 28 الى 30 مليون اللي خدا، لان كل مره انا خدا من عندي واحد 10 المليون جا عند الزوجه ديالي عن طريق با وامها، وداك الشيء عطاوها حتى هما واحد لاصوم ليا شي عطاوه ليه، عطاوه على اساس انه هاد الدار باش تكون ديالي، في المجموع يمكن 28 30 مليون، فعطيناها لي على هذا الاساس ومشيت في حالتي. كل مره كندير هذا الخطا اللي درت انا هو انني ما درتش عقد بيني وبينه، ما كتكتبش معاه، ولكن حنا عائله، انا كنت كنقول بهذاك الحس الفني ديالي وتا انسانيه ديالي والنظره اللي كنت كنشوف عليه واللي هي نظره خاطئه على ان هذا السيد ما يمكنش يغدرني. وغنقول لك واحد السر، انه واحد النهار جيت عند باه وهضرت معاه وقلت له ودي خصك تهضر ليا مع ولدك باش يكتب ليا شي حاجه، وكان مسكين عنده السكر وهو يتقلق، هو يقول لي نهار ولدي يقول لك بان هذا الدار ماشي ديالك وهذا عرفه ماشي ولدي، فاضطر بقى فيا الحال وداك الشيء، فقلت خلي الامور تمشي بشكل. المشكل هو انه ملي توفات مو باه انقلبت الايه، وجا كيطالب بالدار ديالو ودارني بانني تراميت عليها. بالله عليك كيفاش شي واحد غادي يطرم على واحد الدار وتزادوا فيها ولادو كلهم؟ فين كان هذا السيد؟ فين كان؟ هذا هو السؤال. انا طراميت على الدار وانت عايش في المغرب وخدام في المغرب وهذا وعندك مركز في السلطه يعني كيهرس الحجر، ويجي خامو لي هذا العبد الضعيف مسكين هذا الممثل اللي راه دابا اللي حويجونا في واحد البراكه يجي يترمى لك على دارك؟ هذه كتدخل البال، هذه كتدخل العقل. شي واحد يجي يترمى على شي والي امن ولا هذا يجي يترمى لي على داره، ما عرفتش انا والله ما فهمت. والناس اللي كيتابعوني وكيشوفوني باش نقول لهم من هذا المنبر ديالكم، كنقول لهم حذاري حذاري تطيحوا في نفس الخطا اللي طحت فيه، وحذاري تثقوا في اي شخص يعطيكم شي وجهه ولا شي مرايه دينيه ولا كذا ولا هذا وانه راه فيه الخير، اي حاجه الا توثق. وحنا راه ما غنكونوش احسن من الله سبحانه وتعالى اللي كيقول لنا على ان لو وقعت شي حاجه خصنا نوثقوا، وهذيك المسائل ديال العائله والقرابه وهذا وحشومه وهذه راه ما كيناش الثقه. فانا السؤال اللي عندي واللي كنطرحه على راسي، انا كنحمد الله والله حتى كنحمد الله
وفرحان ومؤمن بان الله سبحانه وتعالى كيحبني. علاش؟ لان هذا السيد دار لي هذا الشيء وانا في الحياه، ما شردش لي ولادي وانا ميت. فانا الحمد لله دابا بالنسبه لي انا يعني انا عايش، ودار هذا الشيء فاستطعت على انه نكون مع ولادي ونمشي ونغير المسار الى اخره. ولكن تصور كون كنت ميت وجا وخرج اخته وخرج اولاده ولاد اخته. وستسولنا على الوليدات. عندي خمسه ديال الوليدات، من بينهم وحده عندها اعاقه ذهنيه، وهذه البنيه هذه اللي عندها اعاقه ذهنيه هي بطله اولمبيه في السباحه، ما كتمتع ولا بامتياز، يعني مثلت المغرب جوج مرات على المستوى الدولي، وجابت ليه اربعه الميداليات، ودرت واحد الرساله وراها هي في الديوان الملكي، وحطيتها على هذا الاساس على انني كنستعطف صاحب الجلاله، كون ان اللي خايف منه انا هو المشكل، هو ماشي انا، المشكل هاد بنتي يعني. ودرت رسالة وحطيتها وتكلف بها، لأنه اللي تيولي خالة مخرجة من الزنقة. يعني تصور 40 عام ضاعت لي من عمري هكاك، في الوقت اللي كان خاصني انني نكون درت مع حالي ودرت داري وعشت مع ولادي. نجي في واحد اللحظه كيضحك عليا واحد السيد، كيجي ضحك عليا، وشكون اللي ضحك عليا؟ قرب الناس لي، هذا هو المشكل. انا ماشي دابا درت هذا الشيء باش نستجدي الناس ابدا، انا الحمد لله بخير، ما باغي حتى حاجه، عندي كرامتي، عندي رزقي، عندي كل شيء، باش ما يفهمهاش شي واحد خطا. مش قلتش لك خامو لي كدا ولا لا، انا ما كنطلبش، ما كنستجديش، ولكن باغي حقي. علاش باغي حقي؟ اللي دافع عليه الوالد ديالي رجل مقاوم، وكان من الناس اللي غادي تعدموا دخول محمد الخامس، فبا الا دافع على هاد البلاد اما تيلوحوني دابا. انا الحمد لله وشاكر والله، الله بغاني نكون في هاد الحاله، وانا ما عارفش الله سبحانه وتعالى اشنو مهيئ لي في الظروف اللي جايين، فهمتي؟ فانا انا 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 عندي كرامتي وعندي انافتي، راه ممكن نمشي لدار بنتي ولا نمشي لشي دار هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا ولدي ولا هذا، ولكن انا هو المسؤول، انا هو رب الاسره، وانا مظلوم، هذا هو اللي بقى فيا الحال. لو كان غير كنظلم ما يهمنيش، انا مظلوم. علاش هذا الشيء كله؟ علاش؟ لان الدار عطاتها لي الدوله ب 66 مليون، هو باغي يبيعها ب 700 مليون، حيت دابا كدير 700 مليون، ما بقاش كيفكر لا في ختو لا في الولاد ختو لا فيا انا، هذا هو السبب الرئيسي، سبب مادي، ما يشرفنيش يكون نسيبي، وما نبغيش يكون نسيبي، ونتمنى انه ما يتقابلش وجهي مع وجهه، وملي غنوقفوا قدام الله يقلب على الجيوب من يجبد لي فلوسي، ويعطيني حقي، هذا الشيء اللي غادي نطلب منه انا، نطلب منه انا ما يعرفنيش، ولكن باش يتكرفس عليا بحال هكا ويشردني انا وولادي، الحمد لله انا ما نتشردش، ما عمري غنتشرد، والله ما نتشرد بالله، ربي كبير، ربي كبير وحسن مني ومنه.